لفظ عجيب جدا اسمه الأناه. يمكن الأناه دوت حضراتكم سمعتوه كتير، إنما البعض ما يعرفش معناه. الأناه جاية من التأني، والتأني عدم التسرع. الأناه من التأني، والإنسان عندما يتأنى يبقى غير متسرع. الأناة بتختلف عن الحلم. الحلم اللي هو طولة البال، طولة البال اسمها حلم. أقول لك أنت إنسان حليم، بنعرفها بالكسرة، بنحط تحت الحاء كسرة، الحاء المهملة تحتها كسرة كده، فبتقال الحلم. غير اللي أنت بتشوفه في المنام، اللي بتشوفه في المنام ده اسمه الحلم بضم الحاء، يبقى بضم الحاء حلم. إنما المنكسر دوت المتواضع اسمه الحلم. فإيه الفرق بين الحلم والأناة؟ الحلم هو الصبر على الجهول. لو واحد تعدى حدوده معاك يبقى كن حليما. إنما الأناة إن أنت بقى ما تستعجلش على غيرك. يبقى كأن الحلم رد فعل وكأن الأناة فعل. يبقى لو جيت تهجم على غيرك أقول لك خلي عندك أناة، لو جي غيرك يهجم عليك أقول لك خلي عندك حلم. عرفت الفرق بين الحلم والأناة؟ الأحنف ابن قيس وهو يعني رجل عاش قبل النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بصفات طيبة وعصر النبوة وأسلم وحسن إسلامه. سيدنا الأحنف ابن قيس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كلمتين حلوين قوي، يا ريتنا مكان سيدنا الأحنف ابن قيس. بيقول له يا أحنف إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم والأناة.